معاكم حل لابتوب، تمام؟ طب أول حاجة عندنا true or false، أخرى an algorithm is an algorithm is a set of instructions designed to perform specific task. هذا تعريف صريح true، تعريف الألغوريثم الخوارزميات، مجموعة من التعليمات صممت لتؤدي مهمة محددة. طب عندنا تعريف الفقرة الثانية sequence flowchart is a binary decision block that provide two separated branches of process. عندنا لما يكون عندنا هنا الديسيجن وعندي تو branches separated branches، فهو ما هو تعريف السيكونس. فولس، تعريف ايش؟ الديسيجن فلو شارت. ايش تعريف السيكونس؟ اللي هي series of process. الفقرة الثالثة to assign initial value، قيمة أولية، حتى نعين قيمة أولية. in pseudo code we use initialize or set. true ولا false؟ true، تمام. الطريقة الثانية اللي هي عند تعيين القيم العملية في العملية الحسابية نستخدم يساوي والسهم. طيب لوب، قلنا فين نستخدم الوايل؟ في لوب، تمام. بس ايش نوع اللوب؟ بري تيست ولا بوست تيست؟ نستخدم الوايل في البري تيست الترو. طيب في البوست تيست ايش كنا نستخدم؟ كنا نستخدم repeat until. الفقرة الخامسة the logic time error. logic time error occurs when the programmer fail to obey one of the grammar rules of the language. لما نخطأ في قواعد اللغة، يعني لما نخطأ في الكتابة في الصيغة نفسها، يعني الخطأ ايش اسمه؟ اسمه syntax error، يعني هذه false. اللوجيك تايم لما يكون الخطأ في المنطق، وهي أصعب أنواع الايرورز، صعب إيجادها وصعب difficult to find and difficult to fix، تمام. runtime error occurs whenever the program instructs the computers to do something that is either incapable or unwilling. فهذه فقرة true. runtime لكي أمر الكمبيوتر إنه يعمل حاجة ما هو قادر يسويها. من يجيك زي كده trace، قلنا كلمة trace يعني تتبعي. اسمه it will display، هنا يبغى منك إيش؟ ال output، ويبغى يعرف what is the last value of i، إيش هي آخر قيمة لل i وصلتي لها، و how many times the loop will be repeated، كم مرة اللوب أتكرر. طيب نبدأ مع بعض نسوي tracing، نتبع خطوة بخطوة. قول بدأنا start، خلاص جينا هنا عيننا قيمة ال i بعشرة. إذا مو هنا كذا i، أنا أحب أسوي جدول عشان ما أتلخبط. نقول الـ i بتساوي 10، تمام؟ طيب ندخل بالعشرة اللي هي الـ i، 10 i، قلنا هل العشرة أكبر أو تساوي الصفر؟ إذن true، نجي بهذا الاتجاه، ومعايا العشرة، قال لي اطبعي كلمة print، على طول أسوي هنا print، وأنا already فاهمة print يعني طباعة، يعني مخرجات output، تمام؟ إذن عندي في المخرجات 10، طبعت له 10. جيت هنا قال لي الآية الجديدة اللي هي هذه الآية لها قيمة جديدة، إيش بتساوي القيمة الجديدة؟ الآية القديمة ناقص 1، كم الآية القديمة؟ 10، نقص من 10 1، كم تصير؟ 9، إذا القيمة الجديدة حتصير هذه بتروح وتصير القيمة الجديدة 9، تمام؟ طيب حاخد 9 معايا هنا وحطلعها فوق وأرجع مرة تانية أسأل السؤال، أقول هل 9 أكبر من الصفر؟ إذا ترو أجي جيت هنا قال لي اطبع التسعة، طبعت له التسعة، جيت هنا في البروسيس اللي هي الآي تساوي آي ناقص واحد، تسعة ناقص واحد تصير ثمانية، أطلع بالثمانية، تمام؟ أنا طلعت بالثمانية وسألته هل الثمانية أكبر؟ قال لي أيوة أكبر، أطبعيها، طبعت له هي، ويلا هذا
كل بقى شوية أطلع السبعة أشيك، أطلع الستة وأشيك، أطلع الخمسة وأشيك، أطلع الأربعة وأطلع الثلاثة والاثنين والواحد، نفس العملية بتكرريها. يعني هنا سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد. لما نوصل للواحد هيقول ناقص واحد حيصير عندي صفر. حاجة طلعت بالصفر، تمام؟ هطلع بالصفر، هسأله هل الصفر أكبر أو يساوي الصفر؟ إذا الصفر يساوي الصفر، أدخل وأقول له أطبع لي الآي، تمام؟ طيب طبعت الصفر، جيت هنا قال لي الآي الجديدة اللي هي الصفر، الآي الجديدة تساوي صفر ناقص واحد. صفر ناقص واحد بكم؟ بماينس ون، تمام؟ أنا أخذت الماينس ون وطلعت بيها، وسألت هل الماينس ون أكبر أو يساوي، إذا فولس انتهى البرنامج عندي. كذا انتهى البرنامج. لما أجي آخذ الأوتبوت يقول لي أربعة ثلاثة واحد، هذا هو الأوتبوت من 10 إلى 0. أكتبيها كتابة. What is the last value of i؟ إيش آخر قيمة وصلتي لها في ال i؟ آخر قيمة في ال i اللي هي minus 1. إذن minus 1. How many times the loop will be repeated؟ هنا تسألي ده السؤال، كم مرة اللوب تكرر؟ يعني مرة طلعتي هنا كم؟ نحن لفينا بالتسعة وبالثمانية والسبعة والستة والخمسة والأربعة والثلاثة والاثنين والواحد والصفر وماينس ون، صح؟ هنا ليش كانت من اثنين مرتين؟ حتى ماينس ون طلعناها معانا في اللفة وسألناها، خلاص؟ إذا تعدي هذه كم لفة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر مرة. لو تبي تحسبيها لا تحسبي أول شيء العشرة ما دخلت معانا، لأن إحنا دخلنا كيف؟ أخذنا العشرة ونزلنا كذا، نزلنا قلنا عشرة وسألنا وطبعنا العشرة، لما جينا باللف أوكي العشرة صارت تسعة، لفينا بالتسعة، إذا العشرة ما دخلت معانا في اللف. نبدأ نحسب من هنا، هذه واحدة لفة، لفتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11. كم مرة اللوبة تكرر؟ 11 مرة. في النهاية حديكم أسئلة زيادة عشان نتدرب على اللوب. السؤال سهل وبسيط. هيك سؤال what is، خلينا نكتب هنا what is the last value of printed i، ايش هي اخر قيمة للآية المطبوعة لها، لكن اخر قيمة للآية وطبعناها اللي هي كم؟ صفر. الجواب هيكون صفر، في فرق، تمام؟ نحل السؤال مرة سهل. draw flow chart واكتب كود to calculate the product of two numbers ال A وال B. entered by user، entered by user يعني ايش؟ يعني الرقم حيكون رقم ال A وال B حيكون معطى، معطى من مين؟ معطى من اليوزر، خلاص؟ لما قال لك احسب البرودكت، كلمة برودكت يعني مضروب، يعني حتضرب ال A في ال B. هنبدأ start، خلاص start، بعدين حناخد من اليوزر A و B. إذا إيش حنرسم؟ نرسم متوازي. إيش نكتب داخل المتوازي؟ read، read ال A فاصلة B، خلاص؟ لأنه كذا حيكون عند القانون، حيكون في مستطيل ريكتانجل، نقول ال P يساوي اللي هو البرودكت A B B، خلاص؟ بعدين أطبعها، هقول print، برنت يعني هذا output ال P، بعدين انتهى البرنامج، يعني اكتب انت، يعني اكتب stop. طيب هذا الفلو شارت، كيف أحول السودوكود؟ كل فقرة لها مقابلها سطر، نقول هذا اسمه البروجرام، تمام؟ نسمي البروجرام product، حط نقطتين، نقول هنا read. كيف تتحول من فلو شارت لسودو كود بدون رسمة؟
read A و B. إذا ما تبي تكتب read إيش ممكن نكتب؟ ممكن نكتب get، صح؟ هيا أمسحها. بعد read عندنا تكتب القانون نفسه اللي هو A في B، بعدين نكتب اللي هو print ال P، بعدين عندك end. كذا سوينا السودو كود، أسهل منه ما في. طب السؤال اللي دحين هقول لي نوع الفلو شارت، هذا الفلو شارت إيش نوعه؟ عندك ثلاث أنواع: سيكونس، ديسيجن، أو لوبينج. إذا هذا فلو شارت سيكونس، ليش؟ لأنه متسلسل. طب لو سألتك سؤال تاني، إيش نوع السودو كود؟ هذا السودو كود ستراكشر إيش نوعه؟ هل هو سيكونس ولا ديسيجن ولا لوبينج؟ كيف حتعرفي؟ إذا ما عندك كلمة وايل، ولا عندك كلمة اف، ولا عندك كلمة ربيت، يعني كله كذا، ما في هنا مسافات، ما في هنا indentation، بدايات كله في نفس البادء مظبوط، وما عندك وايل وربيت، وايل وربيت حقت اللوب، والاف حقت الديسيجن، إذا هذا كمان سيكونس. الرابع فلو شارت وسودو كود to convert لتحويل التمبريتشر درجة الحرارة from سلسيوس to فهرنهايت، أعطاك القانون اللي هو F يساوي C في 2 زائد 30، يبغاك تحولي من درجة مئوية إلى درجة فهرنهايت، تمام؟ طيب مين اللي يعطيني الدرجة اللي هي المئوية؟ اللي هو اليوزر، وأعطاك القانون، أسهل من كذا ما في. نكتب start، نبدأ start، حقرأ من اليوزر درجة الحرارة اللي أبغى أحولها، أقول له يا إما read يا إما get، أقرأ درجة المئوية، بعدين أعطيه القانون، أقول له ترى درجة الفهرنهايت بتساوي C في 2 زائد 30، بعدين هقول له اطبع لي، أنا عندي print، برنت الاف، بعدين انتهى البرنامج عندي. يا اما اند يا اما ستوب. ايش نوع الرسمه؟ سيكونس، متسلسله. كيف احولها؟ اقول بروج رام، بسميه تمب، درجه الحراره نقطتين، ريد السي، بعدين هقول له الاف، الف حتساوي سي في 2 زائد 30، بعدين برنت الاف، بعدين انت البرنامج. ايش نوع الرسمة او ايش نوع السودو كود؟ نقول هذا نوعه سيكونس سودو كود، تمام؟ ما عندي اف حقت الديسيجن، ولا عندي وايل، ولا عندي ريبيت حقت اللوبينج. Draw flowchart and write flowchart to pseudo code to determine لتحديد if a given integer is even or odd. Even or odd يعني هل هو زوجي أو فردي. Given معطى. Integer معناتها عدد صحيح. هنستخدمها كثير في البايثون. Given الانتجر معناتها عدد صحيح ما له كسور. تمام؟ طيب هو إيش يبغاك تعملي؟ يبغى اليوزر تاخذي من اليوزر رقم وتحددي بعدها هل هذا الرقم عدد زوجي ولا فردي. كيف نحن نحسب العدد الزوجي ولا الفردي؟ اذا قسمنا 2 وباقي القسمه 0، اذا هذا عدد زوجي. اخذ لك مثال، العشرة لو قسمت العشرة على 2، 5 في 2 ب 10 والباقي 0، اذا الباقي 0 العشرة زوجي. نشوف التسعة، هل 9 زوجي ولا فردي؟ فردي صح. لو قسمتها على 2، 4 في 2 ب 8 والباقي صفر. إذا لما يكون الباقي، طب إيش هي العملية اللي أخذناها في المحاضرة اللي بتطلع لي الباقي القسمة؟ اللي هي مود، صح؟ يعني أقول 10 مود 2 إذا كان يساوي صفر، فهذا الحال العدد زوجي. إذا العملية اللي هستخدمها اللي هي المود، تمام؟ طيب نكتب نكتب أو نرسم الرسمة، نقول start، هنبدأ start، بعدين ناخذ الرقم من اليوزر
ريد اللي هو ريد اكس. احنا هنقرا given integer، هقول له اعطيني اي رقم عندك اللي هو سميته اكس. بعد كده هسأله سؤال، تمام؟ انا ابغى اسأل سؤال، انا عندي يا اما even يا اما odd يا اما زوجي يا اما فردي. انا في هذه الحالة ايش عندي؟ عندي two separated process، يا اما حيكون يمين true يا اما false. هسأله سؤال، هقول له اذا الاكس مود 2 equal equal 0، طبعا هذا السؤال صح؟ إذا كان في حالة الترو أو في حالة الفولس. في حالة الترو اطبع لي print even، طبعا إذا تبغى تطبعي كلام نحطه بين quotation. هنا أجي هقول له print اللي هو odd، وبعدين كذا انتهى البرنامج، نقول انت. طب انا هنا عندي سؤال، ولو انتبهتوا له، انا ليش حطيت يساوي يساوي؟ ليش ما حطيت واحدة واحدة يساوي؟ لاني حقول لك في حال اذا كتبتيها x mod 2 equal 0 تختلف عن اذا كتبتيها x mod 2 equal equal 0. الحالة الاولى ايش معناتها؟ معناتها انت ساويت الطرف الاول مع الطرف الثاني، هنقول انه هذا الطرف يساوي صفر. لكن في هذه الحالة انت بتسألي سؤال، هذه relational operator اذا فاكرينها في المحاضرة، اللي هي المساواة، اكبر من، اكبر او يساوي. هقول له هل هذا الطرف يساوي هذا الطرف؟ ففي فرق، ومنركز في الاختبار، تمام؟ طيب انا كذا سويت السودو كود، او سوري الفلو شارت. خلينا نسوي السودو كود، نمسح الحوسه دي بس. طيب نكتب بروجرام اسمه even ولصق فيه odd. لما تكتب بهذا المسمى، هذه الطريقة ايش سميناها؟ اسمها كامل كيس. لما عندك اكثر من كلمتين تلصقيهم في بعض وتخلي الحروف الاولى في كل كلمة كابيتال. بعدين هقول له read الاكس، بعدين هقول له اللي هو هنا تسوي، هنا عندي F صح؟ تمام، هكتب F الX mod 2 equal equal 0. ليش حطيت F؟ لأنه هنا عندي 2 decision أو 2 branches of process. هذه كيف نحول رسمة الديسيجن في الفلو شارت، كيف أحولها في السودو كود؟ أكتب F. طيب أنا عندي طريقتين أو عندي حلين، في حالة ترو وفي عندي في حالة الفولس. في حالة الترو حسيب نقط وأبدأ في الترو، إيش أكتب؟ print even. طب في حالة الفولس هنكتب else صح، وحنسيب كذا نقط وحنكتب print odd خلاص. بعدين end ال F، انتهت ال F، بعدين end للبرنامج، هذه ال end حقت البرنامج. طيب F مع ال else مع ال end حقته خلاص، هذا ال else وهذا ال F. في هذه الحالة فقرة ال true، في هذه الحالة حقت الفولس، وما ننسى النقط هذه اللي أنا مسويتها، هذه يعني المسافة البادئة اللي هي الاندنتيشن، إذا فاكرينها الاندنتيشن. طيب لو سألتك سؤال، جبت لك هذه الرسمة وقلت لك هذا الفلو شارت نوعه إيش؟ سيكونس ولا ديسيجن ولا لوبينج؟ هتقولي مباشرة ديسيجن، لأنه هنا عندك ترو فولس، تمام؟ السودو كود اللي هنا ايش نوعه؟ ما دام في كلمة F و else هنا و end F، هذه معناته فهو decision سودو كود. طيب خلصنا من ده السؤال، شوف اللي بعده. هنقول flowchart
and write its code to determine for a given number of months من 1 إلى 12 is in which season, winter, spring, summer, autumn. يقول لك حددي, determine, تحددي for a given number of months. يعني اليوزر راح يعطيكي رقم شهري معطى. Given يعني معطى, number of month رقم شهري من 1 إلى 12. خلاص؟ يبغاك تحددي, مثلا خلينا نقول اليوزر أعطاكي 5, يبغاك تحددي أنت هذا شهر 5 في أي فصل من فصول السنة. عندك 4 فصول في السنة, فصل الشتاء والربيع والصيف والخريف. أول حاجة, أول معلومة لازم تعرفيها, حتعرف أنه لازم كل شهر ينتمي لأي فصل. يعني فصل الشتاء, إيش شهور فصل الشتاء؟ أنا أتكلم بالميلادي 12 واحد واثنين, هذه فصول الشتاء. فصول الربيع 3, 4, و5. فصول الصيف 6, 7, و8. فصول الخريف 9, 10, و11. أوكي, هذه أول معلومة. إذا فهمت السؤال كأنك فهمت نص الجواب أو عرفت نص الجواب. يعني اليوزر, حناخد من اليوزر رقم, ححدد هذا الرقم في أي فصل, وبعدين أطلع الفصل اللي هو فيه. نبدأ نقول start, حقرة read الام يعني عشان month. حسأله أول سؤال, حقول له, حبدأ بالترتيب. تمام؟ طب أنا ليش حسوي في هذه الحالة؟ حسأل هنا, حقول له هل هذا الرقم يساوي 12 ولا 1 ولا 2؟ إذا لا, حروح للي بعده, أقول له هل الخمسة تساوي 3 ولا 4 ولا 5؟ إذا أوكي خلاص أخرج من البرنامج. تمام؟ نشوف كيف حنسوي دي الفقرة. حقول له هل الام يساوي 12, أو هل الام يساوي 1, أو هل الام يساوي 2؟ طب هذه العلامة إيش معناتها؟ معناتها تساوي or. طب أنا ليش سألت وقلت له أو؟ إيش أقصد يعني بالأو هذه؟ إحنا قلنا الor, جدول true والفولس في الor, true true, أو خلينا نقول true مع false يساوي true, وfalse مع true كمان يساوي true. مثل الحالة الوحيدة اللي يكون فيها false لما يكون false مع false. طيب يعني في هذه الحالة إذا أنا كان مثلا خلينا نقول الشهر باثنين, حاجة أقول هل هو يساوي 12؟ أقول false. هل هو يساوي 1؟ أقول false. طب هل هو يساوي 2؟ true. إذا هنا false or false or true, الجواب حيكون true. فهمنا الفكرة؟ إني أنا ليه جمعتهم وحطيت بدالهم معاهم or, ما حطيت and. حسويها زي كذا, في حالة الترو أبغى يطبع لي, في حالة الترو أبغى يطبع لي print اللي هو فصل الوينتر. في حالة الفولس ايش حسوي؟ خليني اعملها كذا. هي نفسها بس نحذف كلمة وينتر, ونحذف الاثنين والواحد والاثناعش. هقول له اوكي, هي دحين مثلا الرقم 5 قلنا صح, دخلنا بالخمسة. الخمسة ما يساوي لا الاثناعشر ولا الواحد ولا الاثنين. طب حسأله هل يساوي 3؟ هل يساوي 4؟ أو هل يساوي 5؟ إذا true يساوي واحد منهم, فنحن في فصل السبرينج. تمام؟ وإذا false هرجع مرة ثانية هسوي أكمل الرسمة اللي هي copy, هقول له مثلا يساوي 6 أو 7 أو 8. أنت إذا في فصل السمر, فصل الصيف. أوكي, ما يساوي هذه الفصول كلها,
تاني هقول له إذا ما يساوي 8 و7 و6، نقول له طب هل يساوي 9 ولا 10 ولا 11؟ إذا أوكي إذا في فصل autumn الخريف. طب إذا false، إذا لقيت رقم حقه عند يشيك لي، طب إذا هذا الرقم ما هو موجود في هذه الأرقام كلها، مثلا أنا أعطاني رقم 15 في كل هذه الأرقام، هقول له في حال إنه الرقم ما كان من شهور السنة اللي هو من 1 لمن 12، أطبع له print مثلا أي رسالة أنت تبغيها، wrong number مثلا ولا wrong month، أي رسالة أنت تبغيها. تمام. طيب متى ينتهي البرنامج؟ خلاص كذا انتهى البرنامج. أنت طب هل معقول إني أنا أسوي هذه الأشياء كذا وما أخليها لها خرجة؟ مثلا إذا كان الرقم يساوي 5، جينا هنا قلنا 5 ترو، طبع لي سبرينج، طيب وبعدين خلاص كذا البرنامج يعلق؟ لا، لازم أخليه للنهاية. إذا أنا أقول له كذا تيجي هنا تيجي هنا تيجي كذا وتيجي كذا، نتقابلوا كلهم يروحوا للإند. سهلة الرسمة بس شوية طويلة، ما حتيجي زي كذا بهذا الطول في الاختبار، حتيجي رسمات جاهزة وانت بس حتعرفي كيف تطلعي الـ output والمخرجات والأسئلة اللي بيسألوك هي. طيب ويلا سودو كود وي نسوي سودو كود. كيف تسوى السودو كود؟ نحول هذه الرسمة، نقول نبدأ بروجرام، تمام، نكتب اسم البرنامج مثلا سيزون، نبدأ ريد الام. طيب هنا دحين انت عندك هذا decision صح، true وfalse. إذا الرسمة أو كيف أحول من فلو شارت إلى سودو كود؟ أكتب F، أباك تركزي، F أفتح القوس، الام بتساوي 12، أو يا إما تكتبي كذا هذه الرسمة أو تكتبي or اللي هي ام تساوي الواحد، أو الام تساوي الاثنين. أسيب مسافة، تمام، اللي هي الاندنتيشن، واكتب في حالة الترو برنت الوينتر. طيب في حالة الفولس اللي هو اكتب else صح، طب else ايش حاجي في حالة الفولس يواجهني مباشرة؟ عندي condition، هكتب في حالة else if جديدة، ايش في داخل الاف؟ هل الام تساوي 3، أو هل الام تساوي الأربعة، أو هل الام تساوي 5؟ في هذه الحالة تحت الاف إذا كان ترو برنت السبرينج، وفي حالة الفولس إلس برنت، لا في حالة الفولس مو برنت، في حالة الفولس عندي حالة الفورس عندي اف جديدة، يعني جوتها حكتب طيب هسيب مسافة واكتب اف جديدة اذا كانت تساوي 6، او الام تساوي 7، او الام تساوي 8. ايش اكتب في هذه الحالة؟ هسيب مسافة واكتب برنت سمر قلنا، اوكي، وفي حالة الفولس إلس هنكتب، نجي نشوف في حالة الفولس ايش عندي. في حالة الفولس جينا هنا لقينا قدامنا كمان اف، يعني في حالة الفولس حسيب مسافة واسوي اف جديدة واكتب اذا الام بتساوي 9، او الام تساوي 10، أو الام تساوي 11. في هذه الحالة هكتب
print autumn. في حالة ال else هنكتب print اللي هو وإن قلنا wrong number. طيب خلاص wrong number وخلصنا البرنامج صح؟